زلنا مستمرين معاكم في تغطية فعاليات المؤتمر العام لعرض إنجازات مجلس إدارة النادي الأهلي، وزي ما وعدناكم إن هيكون معانا من مختلف الشخصيات المتواجدة في المؤتمر. معانا أستاذ خالد شاكر، عضو جمعية عمومية للنادي الأهلي. بنرحب بيك معانا يا أستاذ خالد في شاشة قناة النادي الأهلي. أهلا بحضرتك. طبعا أنا سعيدة جدا بوجود حضرتك معانا على شاشة قناة النادي الأهلي، وقول لنا رأيك في المؤتمر. طبعا انا اتشرف ان انا بكون على قناه النادي الاهلي. وطبعا يعني المؤتمر هو في يعني نظام جديد حطه الكابتن، طبعا هو ان هو بيحط برنامج عمل بالنسبه للفتره اللي هو بيمسك فيها النادي، ودلوقتي هو عامل كشف حساب مع اعضاء الجمعيه العموميه. طبعا ده تقليد جيد جدا، وحاجه النهارده بنتكلم على ده هو ده النادي الاهلي، وهو ده الشغل دايما. احنا الاهلي بالنسبه لنا ما هوش مجرد اهلي، مسؤوليه حتى بالنسبه للجمهور، لاي حد بيكون الاهلي مسؤوليه. فطبعا التقليد اللي عامله الكابتن ده حاجه جيده جدا، وان شاء الله يبقى تقليد يعني من كابتن الخطيب ومن هو هيجي بعده ان شاء الله. بما ان حضرتك طبعا عضو جمعيه عموميه لنادي الاهلي، عائله الاهلي وبرنامج عائله الاهلي، في السنوات الماضيه لقينا كابتن محمود الخطيب طول الوقت بيركز قوي على عائله النادي الاهلي. رايك في المصطلح كسلوجان عام، والفتره اللي فاتت شفته ازاي؟ بصي، هو عائله الاهلي الميزه فيه ان هو حول كل من هو منتمي للنادي الاهلي الى فرد في العيله، مؤيد، معارض، كبير، صغير، فاصبحت كلها عباره عن في علاقه، وعلاقه مقدسه، ما هياش مجرد علاقة عادية. دي الفكرة العامة اللي الكابتن الخطيب طبعا عملها. في بعض الناس إلى حد ما تعاملت مع المعنى بشكل مش إيجابي، ولكن لا، لازم كلنا نكون فخورين بهذا التعبير، لأن هو بيعبر عن إيه العلاقة اللي دايما اللي موجودة بين الأفراد. والحمد لله طبعا زي ما شفنا الكابتن بيستعين بناس من المجموعة اللي هي كانت بتنافسوا في الانتخابات اللي فاتت، وبتخش ضمنها، وده الأهلي، هو ده الأهلي. طيب كلمة أخيرة بقى الكابتن محمود الخطيب، بما إن أنا أعلم جيدا إن حضرتك يعني صديق شخصي ومقرب لي. هو طبعا كابتن خطيب يعني 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 بخلاف شخصيته هو كرجل جميل جدا كشخص، هو طبعا احلى حاجه حصلت ان احنا الحمد لله شفنا يعني نتائج اعلى كتير مما كنا احنا اشتغلنا عليها علشان نقدر نشوف الكابتن. رد على كل المشككين. لا، وابعد يعني، انا نفسي النهارده من الناس اللي كنت قريبين جدا، وكنت يعني طبعا من المجموعه بتاعت لجنه الانقاذ، وكان بعد كده كنت ضمن الفريق اللي كان يعني فريق الانتخابي بتاعه. الموضوع ابعد، فعلا ابعد كتير، والناس لازم تفهم ان واحد تاني غير الكابتن الخطيب ما كانش هيعدي بالاهلي الاربع سنين دول، ولسه التحدي موجود، والاحتياج ان احنا نبقى مع بعض موجود، وان احنا نحافظ على شخصية وكيان النادي الاهلي، ونوصله لبر امان يقدر يتحرك منه. وان شاء الله هي دي الخطة اللي ان شاء الله كابتن محمود هيكون يعني الاربع سنين القادمة، هي ازاي النهاردة ان يوصل الاهلي ان شاء الله لبر الشط امان، وان شاء الله يبقى دايما يبقى بيسلم الرايه يعني بـ 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 يعني واحنا مطمنين ان شاء الله. استاذ خالد شاكر، بشكر حضرتك جدا في وجودك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. كل تسلمي، ميرسي ليك. وده يعني كان لقائنا مع استاذ خالد شاكر احد اعضاء الجمعيه العموميه، مستمرين معاكم في تغطيه الفعاليات، خليكم معانا.